بهم بالمستوى المعيشي، بالاقتصادي، بالصحي، بالتعليمي، على جميع المستويات. يعني ما بدنا نحكي بمستويات أحسن من الأردن، ولكن بمستوى موازي للمواطن الأردني. فما في داعي أنه يعني تكون هنالك النظرة الإنسانية بشكل أكبر، بحيث تؤثر على أبناء البلد وتؤثر على فرص العمل إذا أتينا بالنظرة للأردنيين. الإنسانية يجب أن ينظر إلى المواطن الأردني بالنظرة أكيد الإنسانية قبل أن بالتأكيد. ينظر. نتلقى اتصال من الأستاذ مهند أحمد. السلام عليكم أسيد، الله يعطيك العافية لك ضيفك الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بس بدي بتمنى أنا وبترجى بس ضيفك الكريم أن نقول أنه إحنا بنساوي حملات تفتيش وإلى آخره، بس أنا بتمنى عليه أنه ينزل، يعني لو أطواله بس ينزل على الزرقاء ويفوت على مخابز الكبيرة كلها في في الزرقاء، الكبيرة والصغيرة، أتحدى أو المطاعم كلها اللي في الزرقاء، أنا بحكي أنا من سكان الزرقاء وبحكي على مستوى الزرقاء، أتحدى أن تلاقي مواطن أردني بيشتغل بمطعم أو بمخبز أو بمخيا، إلا كلهم مصريين وسوريين، للأسف الشديد مصريين وسوريين، يعني حتى من قبل فترة إجا زائر عندي من ضيف من برا، فقال لي زمان احنا عايشين بمصر ولا بسوريا، يعني ما يعني من كتر من درجة العمالة السورية والمصرية الموجودين في الزرقاء حس حاله زي ما انه في مصر او سوريا. بعدين بالنسبة للاجئين السوريين يا سيدي، اللاجئ السوري يتقاضى معونة من جميع انحاء العالم، من جميع انحاء العالم يتقاضى معونة. نعم صحيح. يعني اللاجئ السوري اصبح اغلى من الاردني بمليون الف مرة، من جميع النواحي، من مأكل ومسكن مش بحاجة لشغل، ولكن الصغير والكبير والختيار والختيار كانوا ستة بيشتغلوا، يعني صار يدخل على اللاجئ السوري فوق ال 2000 دينار والاردن قاعد يتفرج عليه، بقول لك الاردن بده يشتغل، هذا الحكي مش صحيح، ثقافه العيب انتهت، ولكن انت لما تيجي اللاجئ السوري كل شيء متوفر له، ولما يروح يشتغل ب 100 150 دينار بعيش عيش احسن من هيك ما في. فبتمنى انا بتمنى عضيفك الكريم على مدير العمل المفتش انه بس ينزل على الزرقاء ويشوف المطاعم ويشوف المخابز ويشوف الكم الهائل من السوريين والمصريين الموجودين عندنا في الزرقاء. وبارك الله فيك يا سيدي. اشكرك جدا استاذ مهند على هذه المكالمه، وحقيقه لست دفاعا عن وزاره العمل، ولكن بعد تاريخ 11/11 ستلاحظ هذا الفرق. ولكن سأترك الجواب إلى عطوفة المهندس أيمن. عطوفتك ماذا تقول تجاه هذا الكلام الذي تفضل به الأستاذ مهند، تجاه أن المخابز في محافظة الزرقاء والمطاعم وغير الكثير مليئة بالعمالة المصرية والسورية، وأعتقد بأنه كما تفضل بأن هذه العمالة لا تملك تصاريح عمل أو لا تمارس عملها بالشكل الرسمي. في الحقيقة يعني أنا لا أستطيع أن أسمع نصيحته في النزول إلى شوارع الزرقاء، لأني أصلا من سكان المنطقة، فبالتالي المنطقة معروفة بالنسبة لي، والمخابز أتوقع يعني بجوز أنا بزور كثير وبتعامل مع كثير مخابز منها فيها، يعني إذا كان بتحدث عن قطاع المخابز بشكل خاص. في الحقيقة هذا القطاع فيه عمالة وافدة، ولكن إحنا حسب آخر مسوحات إن في وزارة العمل العمالة الوافدة الموجودة في يعني مقاربة بالنسبة من العمالة الأردنية كنسبة. بالنسبة لحملاتنا التفتيشية في الزرقاء، مثلا احنا في عنا في الزرقاء 5 حملات يومية. نعم. 5 حملات مشتركة مع الجهات الأمنية، بالإضافة لجهاز التفتيش اللي بيمارس التفتيش يعني الدوري العادي. عدد المؤسسات اللي أغلقناها في الزرقاء كان 290 مؤسسة خلال من شهر آذار لغاية الآن، منهم حوالي 35 مخبز بناء على تشغيل عمالة وافدة. هسا اللي بيشوفه جزء الأخ مهند أنا معه أنه في عدد عمالة وافدة ممكن يكون كبير يظهر له، ولكن يعني أنا لا أنكر لا يعني لا أحتم بأن هؤلاء العمال لهم مخالفين أو غير مخالفين، ولكن كل ما نحن يعني نعد به الشارع الأردني هو تشديد الرقابة على موضوع العمالة الوافدة. وإحنا في صريح العبارة يعني نحب نأخذ دائما يعني ملاحظات من الأخوان المواطنين المتصلين المشاهدين، وهذا جزء من عملنا. بالتالي إحنا بعض الأعمال هي من أعمالنا نقوم فيها بناء على تخطيط، بناء على ملاحظة، وبناء على شكاوي. وبالتالي هو جزء من عملنا، فنحن يعني نعد السيد مهند بأن يتم التشديد على هذا القطاع في هذه المحافظة. علما بالإجراءات اللي ذكرتها هي قائمة ويعني هي في ازدياد. نعم. نتلقى اتصال من الأستاذ كايد، تفضل.
أستاذ كايد يسعد مساك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أنت على الهواء أستاذ كايد. اللهم صل على النبي. أستاذ كايد يسعد مساك. اللهم صل. إلي 3 سنين براجع الأمانة على الفاضي، جامعة عمان. الأمير عمان قابلته أول مرة في أمريكا، ثاني مرة قابلته في جامعة عمان، أجي حاك بحكي لمرة تمشي من هنا. أستاذ كايد ابعد لي عن التلفزيون واسمعني من التليفون. الله يطحانه، أقسم بالله العظيم نزل عليك. أستاذ كايد ابعد لي عن التلفزيون، خليني أسمعك بطريقة واضحة وأسمع مداخلتك. نعم. ابعد لي عن التلفزيون، احكي لي معي من التليفون، خليني أسمع ملاحظتك بشكل واضح. ماشي ماشي. نزلت على أمانة. نعم. قابلته في الماركة أول مرة. مين هو؟ وثاني مرة قابلته في ماركة عمان، كانت معي عيلتي. نعم. شو بيحكي لك؟ قال تقدر تقف في الشجرة ما بوقعك، ما بوقع لك عوض. قال بيحكي لي امشي امشي من هان. مين اللي حكى؟ عمان. مين اللي حكى لها؟ الله يبيحكي لمرض، قال لو تقف عشريك ما بوقع لك الكتاب، والله العظيم ما بنزل عليك. هميك والله. مين اللي حكى لها؟ نعم. مين اللي قام بهذا الحكي اللي حكى لعائلتك انه زيحي من هون وما راح؟ نعم نعم، امين عمان التاجي. نعم، انا قابلته في ماركة وفي امانة عمان. امين عمان؟ البلتاجي. نعم. رسالتك وصلت. مش طالب شغال عامل وطن، اشغل عامل نظافة بس. رسالتك وصلت استاذ كايد، والله ياخذ باليد عطوفتك. كم عدد العمال الوافدين المخالفين، وكم عدد العمال الذين عملوا تصاريع عمل، وهل تم التنسيق مع سفارات؟ كيف، ما هي التنسيق بين وزارة العمل وسفارات هؤلاء الجنسيات الوافدة التي قصدت هذا البلد من أجل العمل؟ ما هي التنسيقات الجديدة؟ يعني أنا علمت بأن هنالك استجدت بعض الأمور بين وزارة العمل وبين سفاراتي. ما هذه الأمور التي استجدت، وكيف، وما هي العواقب التي سيواجهها العامل الوافد المخالف؟ في الحقيقة أول تعامل في هذا الموضوع كان لنا مع السفارة المصرية، والآن تم تزويدهم بأسماء الأخوان العمال أو من الجالية المصرية. تم تزويد السفارة بأسمائهم بأن هؤلاء الأشخاص بتاريخ 11/11 سيتم إصدار قرار تسفير بحقهم. نعم. وبالتالي يعني نهيب في السفارة أن يعني أن توصل هذه الرسالة إلى رعاياها، بحيث أن يقوموا بتصويب أوضاعهم أو مغادرة البلاد. نعم. هذا بالنسبة للسفارة. وبقية السفارات مثل السفارة البنغالية والسفارة الهندية والسفارة السريلانكية والسفارة الفلبينية، يعني السفارات اللي أكثر فيها العمال الأسيوي، يعني أعمال وافدة بشكل كبير. نعم. كلها كان في يعني في نوع من التنسيق. ما هي العواقب التي سيتواجه الوافد المخالف؟ يعني هنالك كثير من العمال الوافدين المخالفين وأصحاب العمل الذين يعلمون أن هذا العامل مخالف. ما هي العقوبة التي سيواجهها صاحب العمل والعامل الوافد؟ يا سيدي، العقوبة الأولى على صاحب العمل هو سوف يتم مخالفته حسب أحكام قانون العمل، حسب أحكام المادة 12، واللي بتغرمه يعني غرامة مالية قدرها من 200 إلى 500 دينار، وهذه طبعا تروح يعني من خلال القضاء إلى خزينة الدولة. الأمر الآخر أنه سوف يتم إعطاء صاحب العمل إنذار بإغلاق مؤسسته فيما إذا تم ضبط مخالفة أخرى عنده في وقت لاحق. الآن يوضع برنامج معين للزيارات عند انتهاء المهلة، إذا كانت 48 ساعة مثلا. نعم. يتم زيارة المؤسسة مرة أخرى من قبل فريق تفتيش، ممكن نفس الفريق أو فريق آخر. فإذا وجد صاحب العمل لا زال يخالف القانون. نعم. لأحكام هذه المادة يتم إغلاق مؤسسته من قبل معالي وزير العمل. وحكيت لك أنه عدد المؤسسات اللي يعني تم إغلاقها لغاية هذه اللحظة 710 مؤسسة. 710 مؤسسات تم إغلاقها لأنها كانت تعمل عمل مخالف، كان لأنها يعني هاي تم زيارتها لأكثر من مرة ووجدت تعمل مخالفة. نعم. تشغل عمالة وافدة مخالفة، الغالبية العظمى منها طبعا عمالة سورية. نعم. نتلقى اتصال من الدكتور عاطف الفزاع. يسعد مساك دكتور عاطف. مساء الخير. مساء الأنوار، تفضل دكتور. كيفك أستاذ إبراهيم؟ حياك الله يا هلا. مساء الخير لضيفنا الكريم عطوفة الأمين العام. حياك الله. والله أنا ملاحظت بصفتي محامي، أنا بلاحظ إنه قضايا الفصل التعسفي زادت بشكل كبير. نعم. هاي الملاحظة الأولى.
وبتمنى انه يصير في تغيير للتشريع بالنسبه عنا، بالنسبه للعمل والعمال، انه لا يجوز تشغيل اي وافد او اي اجنبي يعني غير اردني الا في حاله انه يراجع وزاره العمل او يكون في مكتب يسجلوا مثلا شو المتطلبات او شو الشروط او اذا في بديل اردني. نعم. ومن ثم السماح لهذه المؤسسات الوطنيه تشغيل الوافدين او لجنه، يعني يكون في مكتب مرتبط مع وزاره العمل، هذا بامن طلبات المؤسسات المهنيه الموجوده او المطاعم او المصانع او غيره. هاي ملاحظتي سيدي. نعم، اشكرك جدا دكتور عاطف على هذه المداخله. يقول الدكتور عاطف يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة العمل وبين أصحاب العمل حتى أنتم يعني بتأمنوا لهم حسب متطلباتهم وحسب حاجياتهم من عمال أردنيين، وإذا انتقص يتم طلب من العمال الوافدين. نعم يا سيدي، أولا يعني وزارة العمل أغلقت باب استقدام العمال الوافدة من الخارج، هذا كإجراء أولي. نعم. لكي يعني نسيطر على موضوع الأزمة بالأزمة حالية دون. نعم. أن تتفاقم بشكل أكبر. الخطوة الثانية، احنا في عنا لجنة مشكلة لعملية يعني منح تصاريح العمل حتى للمؤسسات، لا يمكن لمؤسسة ان تحصل على تصريح عمل الا من خلال هذه اللجنة. نعم. وهذه اللجنة فيها اعضاء من مديرية التفتيش ومديرية التشغيل وايضا من غرف الصناعة ومن ايضا الشركة الوطنية للتشغيل. نعم. بعض الاختصاصات اللي ممكن تكون موجودة في الأردن كالاختصاصات التعليمية والطبية وما إلى ذلك، هذه أي وافد يحصل على تسريع عمل فيها يجب أن يكون هنالك كتاب من ديوان خدمة مدنية يفيد بأنه لا يوجد أحد أردني باحث عمل في هذا الموضوع. نعم. بقية الطلبات يتم النظر فيها حسب الحاجة وحسب النظام التشغيل الوطني للعمالة.